مشاهدي الوطنية الثانية، صح شربتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا النقل المباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي منتخب نيوزيلندا، مباراة من أجل المرتبة الثالثة ضمن دورة مصر الودية بعد الهزيمة في المباراة الأولى ضد المنتخب الكرواتي بركلات الجزاء. اليوم المواجهة من أجل المرتبة الثالثة، مباراة استاد القاهرة الدولي. رافقني في التعليق ليلى زميلي سامي أبو عزيز، صح شريبتك، مرحبا بك سامي. صح شريبتك رفقي، صح شريبت كل المشاهدين اللي قاعدين يتابعوا فينا في على القناة الوطنية الثانية. ومباراة الترتيبية من أجل تحديد المركز الثالث تجمع المنتخب الوطني التونسي والمنتخب النيوزيلندي. أول مواجهة تاريخيا بين المنتخبين، بين منتخب وطني تونسي. اليوم ينزل بالتشكيلة الأساسية التالية في المرمى البشير بن سعيد، معه أسامة الحدادي، حمزة الجلاسي، ديلان برون، نادر الغندري، علي العابدي، وجدي كشريدة، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، حمزة رفيعة، ورياس العاشوري على بنك البدلاء، معز حسن، هيمن دحمان، علي غرام، حمزة المثلوثي، غيث الزعلوني، أمين الشيرني، معتز الزدان، فيصل المناعي، الياس سعد، هيثم الجويني، سيف الجزيري وسيف الطيف. منتصر روحيشي لا يغير فريق واجه منتخب كرواتيا، نفس التشكيلة الأساسية التي واجهت كرواتيا، نفس التشكيلة تواجه منتخب نيوزيلندا. تشكيلة المنتخب النيوزيلندي في حراسة المرمى: ماكس كروكومب 17، كوستا، بارباروسيس، تايلور بيندوني 18، 5 مايكل بوكسال، 13 كاكاسي، 7 ماتيو غاربت، 20 كالوم ماكوات، 6 أليكس روفير، 10 سار بريتسين، 15 تومي سميث، و8 ماركو ستامينيتش. التشكيلة الاحتياطية: أوليفير سايل 12، أليكس بولسن 24، داني إنغام 11، إليا جاست 3، لوكاس كيليل 23، كلايتون لويس 21، ماكس ماتا 14، بنجاما بينولت، و4 ناندو بيناكير، والمدرب هو الانجليزي دارين بازيلي. وبالتوازي مع مباراة تحديد المرتبة الثالثة، مباراة الدورة النهائي للدورة دورة مصر الودية تجمع في ملعب القاهرة الجديد بين المنتخب المصري والمنتخب الكرواتي. النشيد الرسمي لتونس ونيوزيلندا ثم نعود. السلام الوطني لدولة تونس الشقيق، تونيزيا ناشونال أنثم. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي في مواجهة منتخب نيوزيلندا. قلت بعد الهزيمة في المباراة الأولى ضد المنتخب الكرواتي، بعد أداء جيد جدا لعناصرنا الوطنية، منتخبنا يواجه منتخب نيوزيلندا لأول مرة في تاريخ المنتخبين. المواجهة الأولى مباراة الليلة في ملعب استاد القاهرة،
الدوري. وتذكير بتشكيلتي الفريقين، البشير بن سعيد في المرمى من جانب منتخبنا، وسام الحدادي، حمزه الجلاسي، ديلان برون، نادر الغندري، علي العابدي، وجدي كشريده، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، حمزه رفيعه، والياس العاشوري. تشكيله نيوزيلندا الاساسيه: ماكس كروكوم في حراسة المرمى، كوستا، بارباروسيز، تايلور بينودوني، مايكل بوكسال، ليباراتو، كاكاسي، ماتيو غاربات، كالوم ماكوات، أليكس روفر، سيربرت سين، تومي سميث، وماركو ستامانيتش. هذا طاقم تحكيم المباراة. الحكم الرئيسي أحمد الغندور، المساعد الأول هاني عبد الفتاح، الثاني يوسف البوساتي، إبراهيم نور الدين، الحكم الرابع طارق مجدي، حكم الفار وعمرو الشناوي، مساعد حكم الفار. ان شاء الله الليله نتيجه ايجابيه تقترن بيده جيد جدا للمنتخب الوطني التونسي. وان شاء الله رفقي هذا اللي نتمناه وكل التوانسه في هذه المباراه الترتيبيه، خاصه بالاداء المتميز اللي قام به المنتخب الوطني التونسي في المباراه الاولى ضد المنتخب الكرواتي، وخساره الخروج بركلات الترجيح. كان بالامكان المنتخب الوطني التونسي انه يلعب المباراه النهائيه ضد المنتخب المصري، والمنتخب النيوزيلندي كان في المباراه الافتتاحيه كان انهزم في الملعب الجديد في العاصمة الإدارية، يعني خسر واحد بلاش ضد المنتخب المصري. هكا النهاية تكون النهائي يكون بين المنتخب المصري والمنتخب الكرواتي، في حين المباراة الترتيبية اللي تجمع على استاد القارة الدولي المنتخب الوطني التونسي والمنتخب النيوزيلندي، وهذه أول مباراة يعني بتابع الود بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب النيوزيلندي. كل الامال انه المنتخب الوطني التونسي برفقه المدربين امامكم منتصر الوحيشي وايضا انيس البوسعيد انه يحقق يعني اول انتصار ليه مع المنتخب الوطني التونسي، خاصه في الاربعه الخمسه مباريات الاخيره، وفي الاربعه المباريات الاخيره المنتخب الوطني التونسي يعني لم ينتصر يعني منذ نهائيات كاس امم افريقيا في الكوت ديفوار، كيف وكيف المنتخب النيوزيلندي ايضا في الخمسه مباريات الوديه الاخيره كان ما عرفش تعمل انتصار. ان شاء الله نشاهدوا مباراه تليق بمنتخبنا الوطني التونسي، ان شاء الله ترجع الثقه بهذا الانتصار لنسور قرطاج، وان شاء الله الاداء يكون مميز جدا كيف ما قلت رفقي بالنسبه لعناصرنا الوطنيه. والملاحظ ان منتصر روحيشي يختار نفس التشكيله التي واجهت منتخب كرواتيا، نفس الاسماء، نفس كناخب وطني ضد المنتخب الكرواتي، وهذه ثاني مباراه لمنتصر روحيشي بمعيه المدرب الوطني انيس البوسعيدي. تماس لمنتخب نيوزيلندا، كرة في اتجاه كوستا، بارباروسيز، كرة في اتجاه المنتخب الوطني التونسي لمصلحة منتخبنا، كانت في اتجاه بين دان أمامكم على الصورة. تماس تونسية الدقيقة الثانية، دائما التعادل دون أهداف، ونذكر أنه في نفس التوقيت سامي مواجهة الدور النهائي بين المنتخب المصري والمنتخب الكرواتي. الكرة التونسية لعلي العابدي، نفذ الكرة تقطع من الدفاع النيوزيلندي، الكرة كانت من المدافع على الصورة تايلور بيندون. أمامكم منتصر الوحيشي، أداء متميز المنتخب الوطني التونسي في المباراة ضد المنتخب الكرواتي، كان خلق فرص وكان حكى منتصر الوحيشي ممكن في المباراة الأولى أنه المنتخب ضيع الانتصار ممكن في 90 دقيقة، بما أنه جات برشا فرص المنتخب الوطني التونسي، ثلاثة فرص كانت قراب برشا للتسجيل في مرمى المنتخب الكرواتي. ترجع الكرة للمنتخب النيوزيلندي، الكرة من جديد ترجع إلى المدافع مايكل بوكسيل، بوكسال المحترف في مينيسوتا يونايتد الامريكي، ترجع من جديد للجهه اليسار الى كاكاسي، كاكاسي يلعب الكره مع المدافع ليبارتو، كاكاسي الى بوكسال، الكره طويله الى دائره وسط الميدان المنتخب الوطني التونسي في هذه اللحظات، الى اسامه الحديدي يغطي على الكره الاخيره يتحصل على تماس المنتخب، قلت المنتخب الوطني التونسي كيف ما قال رفقي ممكن منتخب اللي واجهناه من قاره اقيانوسيا اخر منتخب هو المنتخب الاسترالي في كاس العالم الاخيره في قطر، وكنا خسرنا ضد المنتخب الاسترالي هذه مره اخرى. الكره للمنتخب الوطني التونسي، وجدي كشريده يرجع الى الوراء، الكره الى ديلون برون، يرجع الكره الى عيسى العيدوني اليسار، الى اسامه الحدادي، الحدادي يلعب الكره مع العاشوري،
مع الياس العاشوري محترف اف سي كوبنهاجن الدنماركي، وايضا عروض ممتازه لياس العاشوري مع اف سي كوبنهاجن الدنماركي. كان تحصل على مخالفه امامكم على الصوره بعد تدخل من روفير امامكم، اليكس روفير متوسط الميدان الدفاعي للمنتخب النيوزيلندي. ترجع الكره من جديد نيوزيلندي قربت، لكن في يد الحارس البشير بن سعيد ماتيو قربت، واحد من الملاعبيه اللي ينشطوا خارج نيوزيلندا مع فريق اف سي بريدا الهولندي. كان سجل 3 اهداف هذا الموسم مع بريدا مع زوز تمريرات حاسمه. تقريبا مغلب ملاعبيه المنتخب النيوزيلندي ينشطوا في البطوله المحليه مع فريق ويلينغتون، الفريق الاقوى في نيوزيلندا. رفق الفريق الاقوى والاشهر في نيوزيلندا. تقريبا 5 دقائق لعب منذ بدايه المباراه، دائما التعادل دون اهداف بين المنتخبين. كره في اتجاه حمزه رفيعه، التماس المره هذه لمنتخب نيوزيلندا. كره في محور الدفاع الى تومي سميث، سميث الى مايكل بوكسال في محور دفاع منتخب نيوزيلندا. يرفع الكره البحث على كوستا بارباروسس، التماس نيوزيلنديه بعد لمسه من حمزه الجلاسي امامكم على الصوره. يبقى محافظ على مكانه في التشكيله الاساسيه حمزه الجلاسي. ترجع الكره لمنتخب نيوزيلندا، تايلور بيندون دائما الامتلاك لمنتخب نيوزيلندا في اتجاه ماتيو غاربات. تومي سميث يبحث عن التمرير في اتجاه لباراتوكا كاسي، هجمه نيوزيلنديه. كالوم ماكوات على الرواق اليسار امام ديلان برون، يبحث عن التمريره. كره في اتجاه اليكس روفير داخل منطقه الجزاء، ممتاز بثبات حمزه الجلاسي ثم عيسى العيدوني. قطع الهجمه للمنتخب الوطني التونسي، ينطلق علي العابدي من الجهه اليسار، نادر الغندري او هذا عيسى العيدوني يربح ضربه المخالفه. قائد المنتخب الوطني التونسي يربح ضربه المخالفه، هذا جانب من بودلاء عناصرنا الوطنيه في انتظار ممكن اقحام بعض العناصر اثناء اللعب. والحقيقه كنا نتوقع اجراء بعض التحويرات بعض التغييرات مقارنه بمباراه اولى ضد المنتخب الكرواتي، ولكن منتصر روحيشي خير الابقاء على نفس التشكيله الاساسيه التي واجهت المنتخب الكرواتي. كره طويله البحث على علي العابدي مقطوعه من جانب المنتخب النيوزيلندي. نادر الغندري وحمد علي بن رمضان، احمد الغندور يمنح ضربه المخالفه لمحمد علي بن رمضان بعد تدخل اليكس روفر، ايضا لاعب ينشط في فريق ويلينغتون النيوزيلندي. ضربه مخالفه يتحصل عليها محمد علي بن رمضان، دائما موجود في التشكيله الاساسيه. نفس الاسماء التي واجهت كرواتيا تواجه منتخب نيوزيلندا، دائما التعادل دون اهداف الى حد اللحظه. ترجع الكره لفائده المنتخب الوطني التونسي من جديد، الكره من الى ديلان برون يلعب الكره بلمسه واحده الى حمزه الرفيعه. حمزه الرفيعه يرجع الكره واحده اثنين، حاب يلعب مع ديلان برون لكن تقطع من الدفاع النيوزيلندي. الكره على مستوى الجهه اليسار امامكم قدام المدافع كالوم ماكوات الظهير الايسر للمنتخب النيوزيلندي. من جديد يحاول المنتخب النيوزيلندي في هذه اللحظات ماركو ستامانيتش، الكره لخط الدفاع لليمين الى البوكسال مايكل بوكسال، ولكن يرتكب مدافع المنتخب الوطني التونسي الخطا على ماتيو غاربت. امامكم ماتيو غاربت واحد من النجوم النيوزيلنديه اللي تنشط خارج نيوزيلندا مع فريق بريدا الهولندي. حذيري من هذا اللاعب، وانه المدرب يعني مدرب دارين بازلي غير يعني 5 تغييرات بالتمام والكمال في التشكيله امامكم. المدرب الانجليزي لمنتخب نيوزيلندا دارين بازلي كان درب كل الفئات السنيه تحت 17 عام 19 عام 23 عام، يعني اكثر من 20 سنه يعني مع المنتخب النيوزيلندي، وهذا منتصر لوحيشي
في ثاني تجربه على رأس المنتخب الوطني التونسي بعد تجربة أولى ضد المنتخب الكرواتي. آخر انتصار رسمي كان يعني في 2022، باش تفهم رفقي أن المنتخب النيوزيلندي حصيلة يعني هي الأسوأ في المباريات الأخيرة. تقريبا مرور عام كامل المنتخب النيوزيلندي لم ينتصر ولا في مباراة. آخر انتصار رسمي في مارس 2022 اكتسح منتخب جزر سليمان بخماسية نظيفة. هذا السعربريت سين لاعب هنزر ستوكر الألماني الدرجة الثانية يبتسم بالجزيري مع حمزة المثلوثي. ضربة ركنية لمنتخب نيوزيلندا في 23 دقيقة لعب منذ بداية المباراة. السعربريت سين في تنفيذ ضربة ركنية نيوزيلندية بالراس يطلع نادر الغندري. تبقى الكرة لليبراتو كاكاسي محترف نادي إيمبولي الإيطالي، أغلى لاعب في تشكيلة منتخب نيوزيلندا. نحكي عن قيمة تسويقية، هو محترف إيمبولي في البطولة الإيطالية، الظهير الأيسر وقائد الفريق ليباراتو كاكاسي. لتوصل الكرة أمام حمزة رفيعة، يرجع لي حامل الرقم 8 صاحب الفرصة الأبرز والأخطر في المباراة ماركو ستامانيتش. يطلع الحدادي يقطع الكرة، العاشوري ما يخذهاش، الكرة الثانية نادر الغندري، يمشي عيسى العيدوني. شوف تكتل المنتخب النيوزيلندي، ضغط على حامل الكرة سرعان ما يقطع الكرة ويبني الهجمة السريعة. كرة للسالبريت سين تحت أنظار دارين بازيلي مدرب المنتخب النيوزيلندي، هو السالبريت سين يربح ضربة المخالفة، يصفرها الحكم المصري أحمد الغندور. التدخل كان من نادر الغندري، وأكيد التدخل كان على اللاعب أمامكم على الصورة. السالبريت سين لاعب هانزر ستوك الألماني الناشط في الدرجة الثانية الألمانية، هو اللي باش ينفذ المخالفة. إلى حد الآن المنتخب الوطني التونسي ما عدا من كرة ثابتة من تنفيذ علي العابدي، لم نشاهد فرص من جانب المنتخب الوطني التونسي على عكس المنتخب النيوزيلندي. هدد مرمى البشير بن سعيد في ثلاثة مناسبات، وكان التألق بعنوان البشير بن سعيد أمامكم في التنفيذ. قلت سيعدل عن قرار منح ضربة جزاء لمنتخب نيوزيلندا، المرة هذه يا بربروس لا وجود لضربة جزاء. واضح القرار، الاستعانة بشاشة الفار، والبشير بن سعيد أفضل لاعب من جانب المنتخب الوطني التونسي أمامكم على الصورة هذه من زاوية أخرى واضحة، ما فما حد شيء. أحمد الغندور تسرع في الإعلان على ضربة جزاء، ويبتسم أحمد الغندور مع نادر الغندري، يعدل عن قرار منح ضربة جزاء لمنتخب نيوزيلندا. ترجع المخالفة للمنتخب الوطني التونسي، بدينا نقرب من نهاية الفترة الأولى، نهاية الشوط الأول. دائما التعادل دون أهداف بين المنتخبين. الخطورة النيوزيلندية في هذا الشوط الأول كان قريب من التسجيل. نذكر لكل من يتابع ويشاهد الوطنية الثانية، البشير بن سعيد كانت سدى لضربة جزاء منتخب نيوزيلندا. كرة لحمزة رفيعة يطلب على اليسار، ثم العابدي، يلا غندري، حمزة رفيعة، علي العابدي يطلب الكرة تسلو، دائما موجود لخلق التفوق العددي على الرواق اليسار علي العابدي، وهذا المطلوب. غندري بلمسة للعاشوري، ضغط من برمضان، كرة الكاكاسي يرجع لي كروكوم حارس مرمى منتخب نيوزيلندا. ديلان برون كيما جات وجدك شريده ما ياخذهاش، ترجع لي باراتو كاكاسي، يربح ضربه مخالفه لهرم، يتماس المنتخب الوطني التونسي بسرعه للتنفيذ. مخالفه لمنتخبنا، يقول لا حكم المباراه. التماس لمنتخب نيوزيلندا في توقيت تقريبا 48 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول. دائما التعادل دون اهداف بين المنتخبين رغم الفرص، خاصة من جانب منتخب نيوزيلندا. منتخب نيوزيلندا كما حكينا غاب عليه الانتصار رسميا تقريبا عامين، آخر ستة مباريات ودية إذا ما اعتبرنا الهزيمة ضد المنتخب المصري في المباراة الأولى. انهزم ضد المنتخب المصري، انهزم أمام السويد وديا 4 أهداف مقابل هدف بنفس النتيجة
من جانب المنتخب الوطني التونسي اللي خليته بصراحه في المباراه. الكره محمد علي بن رمضان هو باش ينفذ المخالفه. محمد علي بن رمضان يرفع الكره للمنتخب الوطني التونسي وتبعد من المدافع بوكسال، يخلط علي العابدي. علي العابدي ياخذ الكره يعاود يكسب المنتخب الوطني التونسي. التوزيع في اتجاه حمزه النضر الغندري لمحمد علي بن رمضان، يرجع الى الوراء الى كشريده. كشريده يضغط المنتخب في هذه اللحظات الى اسامه الحدادي. الحدادي يلعب الكره مع علي العابدي او العاشوري، ليس العاشوري يدور بالكره. العاشوري يخسر الكره قدام قاربت، ترجع نيوزيلندي حذاري من الهجومات المعاكسه للمنتخب النيوزيلندي. كاكاسي على مستوى الجهه اليسار، كاكاسي يلعب الكره حذاري حذاري ما يسيبش ترك المساحات. المنتخب النيوزيلندي ممتاز الخروج بالكره من عيسى العيدوني. عيسى العيدوني يضغط عاليا المنتخب نيوزيلندا. واحد من المشاكل اللي خلقها المنتخب الوطني التونسي في اخراج الكره من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. المنتخب النيوزيلندي تقريبا في الوسط قاعد يضغط عاليا على المنتخب الوطني التونسي. هذاك علاش ما شاهدناش المنتخب الوطني التونسي يعني يخرج بطريقه سهله من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية. الكرة من جديد عيسى العيدوني. العيدوني في ظهر مدافع المنتخب النيوزيلندي علي العابدي، ولكن الحارس ماكس كروكومب قبله، قبل علي العابدي. ودقيقتين كوقت بديل في هذا الشوط الأول. إن شاء الله أكيد المنتخب الوطني التونسي يتدارك الأخطاء ممكن اللي شاهدناها في الشوط الأول، وله من الحلول المدرب منتصر لوحيجي في الشوط الثاني. هذه كرة من جديد خطير هذا المهاجم، مهاجم كوستا. الكرة إلى كاكاسي، كاكاسي تقطع الكرة من حمزة رفيع لكن ترجع من جديد للمنتخب النيوزيلندي. كاكاسي يرجع الكرة للمنتخب النيوزيلندي. أليكس روفير الكرة من جديد الحذيري للمنتخب كوستا. كوستا يحضر الكرة والتدخل، التدخل من الحديدي ثم ياخذ الكرة عيسى العيدوني. خطير قلت من جهة كاكاسي، الجهة اليسرى تنشط بقوة من جانب منتخب نيوزيلندا. ممكن هذه النقطة يلزم يقرأ لها ألف حساب المدرب منتصر الوحيشي من جانب المنتخب الوطني التونسي. دائما الهجمة النيوزيلندية كرة سهلة المرة هذه دون صعوبة. البشير بن سعيد أفضل لاعب في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي أكيد بتأكيد من بازالي مدرب منتخب نيوزيلندا، لأن البشير بن سعيد أحرم منتخب نيوزيلندا في أكثر من مناسبة من تسجيل الهدف الأول، وخاصة تصدي لركلة جزاء عن طريق سالبريت سين. كرة ترجع للمنتخب الوطني التونسي، ثوان قليلة تفصلنا على نهاية الفترة الأولى، على نهاية شوط أول مباراة ترتيبية ضمن دورة مصر الودية، مباراة استعداد القاهرة. دائما التعادل مشاهدينا الكرام دون أهداف. كرة للمنتخب الوطني التونسي مقطوعة من تومي سميث إلى ماتيو غاربت بنيوزيلندا، مع الإشارة أن منتخب نيوزيلندا كان أهدر ضربة جزاء عن طريق سربرتسين، تصدى لها بامتياز حارس منتخبنا البشير بن سعيد. 0-0 هي نتيجة الشوط الأول، ملتقانا إن شاء الله مع بداية الفترة.